أخبار اليوم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام والإخوة الأقباط في مصر بخير، كل عام وقداسة البابا وطوادروس الثاني بخير، كل عام والمصريين بخير. هذه الأعياد بتجمعنا، هذه الأعياد بتؤكد على الوحدة الوطنية بيننا، بنؤكد من خلال حضورنا النهاردة على إن الشعب المصري شعب مسالم، وإن الإسلام دين الخلق ودين الإحسان ودين البر، لا يعرف انقسامات ولا يعرف هدم ولا يعرف حرق، إنما يعرف مكارم الأخلاق ويعرف البر الذي أوصانا الله به في كتابه في قوله أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وتعريف البر في القرآن في قول الله عز وجل ولكن البر من اتقى، فإحنا بنتقي الله عز وجل في نفسنا، بنتقي الله في أوطاننا، بنتقي الله في إخواتنا، وبنعمل يعني نحدث حالة من الوصال نؤكد من خلالها على أن هذه هي روح الإسلام الحقيقية وروح المصريين الحقيقية. كل عام وأنتم بخير.